أنتي ربيعي بعد مواتي الفصول، بك تنمو برائم الحياة، يفتخر الزمان بك، يغني أركاني لك، يا حبذا أزهارك وثمارك، يا أنسة أنت العطاء، خلع الربيع ثوبه بمجيئك، وصافح البرق مع الرعد، وأمطرت السماء بندى عينيك، والشمس تنظر نظرة الغيران، والأرض تعجبت بلون خدودك الآن. هنا وعلى مدرج القلعة الأثري وسط حلب، أكثر من 15 موهبة شعرية اجتمعت في أسبوحة شعرية حملت عنوان كلنا للوطن، التي أقامتها مديرية الثقافة في حلب بالتعاون مع منتدى أصدقاء الثقافة. هي رسالة لكل من يحب سوريا، أنه نحن موجودين، نحن ما زلنا موجودين في حلب وفي مسرح قلعة حلب. هذا التاريخ الذي يذكرنا بأجدادنا الأبطال الذين بنوا هذه الحضارة. لذلك كان لدينا مشاركين من أكثر من 15 مشارك، كل مبدع قدم نص قصيدة شعرية تحاكي هذا التاريخ، تحاكي هذه المدينة، هذا الإبداع. هذه الأسبوحة تهدف إلى زيارة المواقع الأثرية، الاطلاع عليها، ورسالة إلى العالم أجمع أننا في حلب وفي سوريا لن نستكين، والانتصار بدأ من حلب وسوف يعم كافة أراضي الجمهورية العربية السورية. هذه المشاركة تعتبر احتفالا بالأعياد التي تزامنت بقدوم آذار، من عيد الأم وعيد المرأة العربية وعيد المعلم حتى أعياد ثورة 8 آذار. تعددت مواضيع القصائد كافة، ونحن نأمل دائما أن تكون حلب الوجه الثقافي الأول لسوريا، المعطاء دائما بشبابها وبناتها وكتابها. شاركت بأسبوح القلعة، الأسبوحة الأدبية، هي أول أمسية لمنتدى أصدقاء الثقافة في حلب، وإن شاء الله رح نستمر أكثر. وكانت بداية قوية كونه كانت على مسرح قلعة حلب اللي حماه الجيش العربي السوري. كنت متابعة بالنادي الثقافي مع الأستاذ فصيح الخضر والأساتذة طبعا عدنان الدربي ومحمد قباوي، وبعدين صرت كمان تابع فعالياتي بالمركز الثقافي، وشاركت كتير بالمركز الثقافي ودربوني، وشوي شوي 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 وصلت لهي المرحلة وطلعت على مسرح قلعة حلب. شعوري بالفرح بالحماس بهالمسرح، لأن نحن جايين نرجع المواهب ونرجع آثار بلادنا، فأنا متحمس كتير أني بدأ أرجع آثار بلادي. المكان هو الذي يتحدث، المكان هو قلعة حلب الصامدة التي صمدت بصمود أبطال الجيش العربي السوري وصمود شعب حلب والشعب السوري. رسائل حملها المشاركون باختلاف أعمارهم ليثبتوا للعالم بأن حلب المدينة التي لا تموت بحضارتها وثقافتها.